نكمل مع بعض الكروس سيكشن اللي كنا اتكلمنا عنه. دلوقتي هنا في سيكشن زد زد اللي هو ده، قاطعين هنا في الابارتمنت وقاطعين في البير وقاطعين في الفنت. ده اللي هو الفنت وده اللي هو الكروس سيكشن زد زد، واللي انتوا شايفينه دوت هنا ده هو ده الابارتمنت، هو ده الابارتمنت. لو شفنا الكلام دوت على الرسم الايزومتريك هو فين، فممكن هنا مثلا كده نبين اهو دي الرسمه الايزومتريك، وانا قاطع في الرود ليفل وقاطع في الارش ليفل وقاطع في الحيطه ديت اللي هي الابارتمنت، وهنا ديت هي دي الفنت وهي دي الفنت. الميه جايه من الاب ستريم ماشيه كده ورايحه للداون ستريم في هذا الاتجاه. واحنا دلوقتي اللي احنا عملناه ان احنا قطعنا في الرود ليفل ده وقطعنا في الارش وقطعنا في كل ده وقطعنا في الفاونديشن وباصين في هذا الاتجاه، قاطعين كده زد زد وباصين في هذا الاتجاه. فلما قطعنا كده شفنا ايه؟ شفنا الفنت دي اللي هي دي، وشفنا حته من الفنت دي اللي هي ديت، وقطعنا كمان في فرشه الطوب اللي تحت، وقطعنا في فرشه الخرسانه اللي تحت، وقطعنا في الابارتمنت اللي هو الجزء ده هو مكتوب عليه هنا ابارتمنت بالشكل ده. طيب لو انا قطعت كده كروس سكشن زد زد وعايز اشوف الكلام دوت جنب البلان، عايز اشوف الكلام ده جنب البلان، عايز ابينه هنا عشان برضو تبقى حضراتكم متخيلين الكروس سكشن ده فين هنا في السايد فيو. فانا هاجي ارسمه على نمسح دي كده، تمام؟ ادي اهو السنتر لاين بتاع الكنال. انا مش برسم سايد فيو، انا مش برسم الداون سيم سايد فيو، انا بس برسم سكتش خفيف كده للكروس سكشن زد زد شكله عامل ازاي عشان نبقى متخيلين هو فين. هنا المفروض ده البير، وهنا المفروض كده في ارش اللي هو الارش اللي انتوا شايفينه ده عامل كده، وفي واحد تاني من الناحية دي، اهو وده كده البير كويس. وبعد كده هنزل كده لغاية مستوى البريك فلور، ادي البريك فلور اهو، وتحت البريك فلور دي في فرشة خرسانة كونكريت فاونديشن اللي هي الكونكريت فاونديشن ديت. وبعدين بعد كده بيجي لي هنا بقى الايه الجزء ده اللي هو الابارتمنت عامل كده، وده كله من الخرسانة العادية. اما فرش الطوب دي فده التهشير بتاعها خطين 45 درجة بالشكل ده. طيب يبقى الكروس سكشن زد زد دوت هو ده السكشن زد زد، بس انا كل اللي عملته خدت ده ولفيته 90 درجة، يبقى هو ده سكشن زد زد. انت قاطع بقى هنا كده، فلما قطعت هنا في البير بان البير هنا، يبقى البير ده المفروض برضه يبقى متهشر عشان احنا قاطعين فيه، تمام؟ قطعنا كمان في الابارتمنت، فين بقى الابارتمنت هنا؟ هو ده الابارتمنت اللي بنتكلم عليه، هو ده الابارتمنت كويس. طيب ده الابارتمنت، بس انا كنا سؤالنا كان هو المسافه دي كام، المسافه دي كام؟ اتفقنا مع بعض ان المسافه دي هي عباره عن المسافه اللي بارزه هنا كده، هي المسافه اللي بارزه دي كده. بصوا لو حضراتكم شايفين الوينج وول عرضها نص متر عشان دي ساند التراب، لكن هنا الابارتمنت عرضه اكبر شويه عشان ساند التراب بتاع البنك ما يقعش في الميه، وفي نفس الوقت شايل كمان حمل الكوبري. طيب احنا بقى عايزين نعرف العرض ده كام، فالعرض ده بنجيبه منين؟ بنبص على الكروس سكشن دوت، المسافه دي هي اللي انا ببحث عنها، المسافه دي هي اللي انا ببحث عنها، هي دي عرض الابارتمنت، هي دي المسافه اللي ايه اللي نوت جيفن.
المسافة دي هجيبها منين؟ لو تبص بقى على السكشن اللي جيفن فيه كل الديتيلز هتلاقي هنا المسافة دي مديها لك 1.125. إذا المسافة دي 1.125 ودي تمثل ايه المسافة دي؟ عرض الأبطمنت. لو نرجع للسؤال اللي كان مطلوب في رسمة السكشن هنلاحظ ان هنا بيقول لك المسافة ايه دي كام؟ المسافة ايه اللي هي المسافة دي كام؟ المسافة ايه دي؟ دي كان احد المطالب، فاحنا جبناها منين المسافة ايه دي؟ جبناها من عرض الابطمنت 1.125 اهي. طيب نرجع تاني للرسمة. احنا كده جبنا عرض الابطمنت، تمام؟ طب الابطمنت ده بيخلص فين؟ يعني ادي الوينج وول، الابطمنت ده بقى فين بينتهي؟ الابطمنت شايل الكوبري وشايل كمان معاه السور، فبالتالي لازم يبقى شايل السور، فالابطمنت بيتقفل هنا بالشكل ده كده. يبقى خد بالكم بقى احنا عندنا تلات حاجات في النص التحتاني من الرسمه. عندنا الجزء ده كده، ده بيمثل الابستريم وينج وول، والمنطقه دي بتمثل الابطمنت، والمنطقه دي كلها بتمثل الداونستريم وينج وول، تمام؟ طيب فاضل لنا بقى ان احنا نكمل بقيه الرسمه. الرسمه كده مش كامله، لا ده انت المفروض كمان لما هتشيل التراب هتبين الفاونديشن، يعني الفاونديشن ده المفروض يبان. مش بس كده، كمان الحيطه كمان مايله، يعني الميل ده 1:4، الميل ده 1:4، يعني معنى كده ان في نقطه هنا المفروض تبان. النقطه دي هي هتبقى عباره عن على بعد المسافه دي، يبقى انا محتاج اشوف المسافه دي كام. طب ازاي اجيب المسافه دي؟ عشان اجيب المسافه دي انا محتاج اعرف المنسوب دوت كام، ومحتاج اعرف المنسوب ده كام. طب المنسوب ده اجيبه منين؟ والمنسوب ده اجيبه منين؟ المنسوب ده هتروح للكروس سكشن، هتلاقيه مديهولك بيقول لك المنسوب بتاع النقطه اللي فوق دي على مستوى 9.5. طب والنقطه دي فين المنسوب بتاعها؟ النقطه دي هي النقطه دي، ودي على مستوى كام؟ 6.25. وده الابطمنت اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، وفي الميل بتاعه هتلاقيه كمان مكتوب، وبيقول لك الميل بتاعه كمان 1:4، ده الميل ده. طيب اذا انت عشان تحسب بقى المسافة، الصغيرة دي، يبقى هتقول ايه بقى؟ فرق المنسوب في الميل، او المسافة دي اللي انت بتبحث عنها، فرق المنسوب فين في الميل اللي هو 1:4، يبقى يطلع كام بقى؟ يبقى هنقول كده مثلا، يبقى عندي 9.5 ناقص 6.25، الكلام ده مضروب في 1:4، 9.5 ناقص 6.25 دي تساوي كام بقى؟ تساوي 3.25، وتقسمها على الأربعة تقدر تجيب المسافة ديت قد إيه، تمام؟ طيب يبقى على مسافة 3.25 على الأربعة هنروح جايبين النقطة دي اللي هتبان هنا بقى إيه بقى؟ هتبان هنا كده خط، هتبان هنا كده خط. طيب دوت مايل بميل 1:4، وده الميل بتاع الكونكريت، والميل بتاع الكونكريت بيبان تهشير متساوي بالشكل ده كده. يبقى انت بقى هتحسب انت بقى المسافه دي كام. طيب وفي نفس الوقت الحوائط دي يعني تبين ان هي انها حيطه منفصله لوحدها كده بالشكل ده بالميل بتاعها. يبقى انت كده عملت الحيطه العرض بتاعها والميل كمان، وفاضل لك الفاونديشن، بس مش هنعمل فاونديشن دلوقتي. اما هنعمل ايه؟ هنكمل بقيه الميول بتاعه الحوائط. زي ما الحيطه دي ليها ميل 1:4، بقيه الحوائط دي كمان برضو ليها ميول 1:4. ونرجع للايه؟ الايزومتريك، نبص كده على الايزومتريك، فهنلاقي ان هنا دي الحيطه دي ليها ميل 1:4، والداون ستريم وينج وول ليها ميل 1:4، والاب ستريم وينج وول ليها ميل 1:4. لاحظ حاجه بقى، ان كل ما ارتفاع الحيطه بيزيد المسافه اللي هي بتاعت الميل 1:4 دي بتخرج لبره مسافه اكبر، وكل ما الحيطه ارتفاعها بيقل بتلاقيها دخلت لجوه لغايه لما توصل عند الايه؟ عند الركبه اللي هنا دي. هنشوف الكلام دوت. طيب احنا عشان نحسب المسافه دي اللي هي
بتاعه التلميذ 1 4 دي جبنا منسوب الابطمنت من فوق ومنسوب الفاونديشن من تحت. نفس الكلام برضو هنا مثلا هشوف المستوى ده كام وهشوف المستوى ده كام. هنا مثلا الحيطه دي، الحيطه دي على ليفل كام؟ انا مش عارف. طب من الحيطه دي انا جايبها منين؟ الحيطه دي انا جايبها من هنا. طب والحيطه دي كان الليفل بتاعها كام من فوق؟ الليفل بتاعها 9.5. كانت فايده الحيطه دي بتسند البرم عشان ما يقعش في الميه. اذا لازم يكون الليفل بتاعها هو نفس ليفل البرم او اكتر. فاحنا مش عارفين فهناخده نفس او انسيوم نفس المنسوب بتاع الايه؟ نفس المنسوب بتاع البرم. عاده بيتعمل كده ان بناخد نفس مستوى الحيطه هو نفس مستوى البرم. طيب اذا دي على مستوى كام؟ على مستوى 9.5. تبقى دي على مستوى 9.5. طيب والفاونديشن؟ الفاونديشن ثابته للرسمه كلها. يعني لو نرجع للرسمه كده هنلاقي ان الليفل بتاع الفاونديشن كله على مستوى واحد، كله على مستوى واحد اللي هو مستوى كام؟ 6.25. يبقى هنا الفاونديشن في الرسمه دي كونستانت ثابت للرسمه كلها. طيب اذا انا عشان اجيب المسافه اللي هي هنا دي هجيبها ازاي؟ هجيب المسافه دي ازاي؟ هشوف مستوى الحيطه من فوق كام ومستوى الحيطه من تحت كام. مستوى الحيطه من فوق هو مستوى البرم اللي هو 9.5، مستوى الحيطه من تحت هو مستوى ايه؟ هو مستوى الفاونديشن ده اللي هو 6.25. هتطلع نفس الحسبه. يعني ايه؟ يعني المسافه دي هتطلع تساوي المسافه دي، لان هنا 9.5 وده 6.25، يبقى 9.5 ناقص 6.25 نضربهم في الميل 1:4 نطلع المسافه دي كام. طيب هنا بقى المسافه دي اجيبها ازاي؟ المسافه هنا بقى هتبقى المسافه اصغر، المسافه هتبقى اصغر كده شويه. ليه؟ عشان الحيطه الليفل بتاعها بيقل لغايه لما هيوصل لغايه الركبه ديت. الركبه دي كان جيفن في رسمه المساله ان هي على مستوى 7. كان جيفن في رسمه المساله ان هي على مستوى 7، يعني النقطه دي كده على ليفل 7. طيب لما يكون الليفل ده 7 يبقى فرق المنسوب في الميل هنا اتغير، مش ما هواش 9.5، لا ده كام؟ ده 7. طيب يبقى هنا المسافه دي هتساوي كام بقى؟ حسبه ثانيه، بدل ما اقول 9.5 ناقص 6.25 هقول 7 ناقص 6.25 في ربع. يبقى هتطلع بقى، شوف بقى هتطلع كام؟ تطلع 0.75 وتقسمها على الأربعة، تقدر تجيب ساعتها المسافة دي كام. يبقى المسافة دي هتطلع 0.75 على الأربعة، تمام؟ طيب المسافة دي، المسافة اللي حسبناها دي هتفضل ثابتة طول ما الركبة على مستوى ثابت اللي هو 7. طيب بعد كده انها تنتهي هنا أو تبدأ من هنا وتنتهي فين؟ وتنتهي هنا. نفس الكلام برضو هنا، الخط ده هيفضل يوازي الخط ده طول ما مستوى الحيطه ثابت على مستوى 9.5. يبقى ده ثابت من اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا، تمام. طيب بعد كده الحيطه مستوى بتاعها بيقل، فايه اللي يحصل؟ فرق المنسوب في الميل برضو ايه؟ يقل. يبقى هتلاحظ ان هنا هيبقى في خط مايل، لان هنا في الحيطه ارتفاعها بيقل، ففرق المنسوب في الميل عمال يقل 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 لغايه لما يوصل لمستوى كام؟ لمستوى 7، تمام؟ بس ايه، نخليها شكلها مور لوجيك شويه. هي المفروض المسافه دي تكون صغيره قوي ودي تكون اكبر شويه. ونعمل بقى التهشير اهو، تهشير بتاع الحيطه الايه؟ المايله، تمام؟ طيب هنا بقى ما تروحش جاي موصل كده، خد بالك ان دي حيطه ودي حيطه. هنا الحيطه دي بتاعه الابطمنت شايله الايه؟ شايله الكوبري، وبعدين الحيطه دي بتاعه الابطمنت اخر ليفل بتاعها 9.5. لكن الحيطه ديت اللي هي بتاعت الوينج وول دي طالعه مع تراب، يعني التراب هنا بيطلع من 9.5 يفضل يطلع لغايه لما يوصل لمستوى كام بقى؟ لغايه لما يوصل لمستوى 10.80. الحيطه دي بتفضل تطلع لغايه مستوى 10.80، تمام؟ طيب بما انها بتطلع لغايه 10.80 يبقى اخر حته في الحيطه دي على مستوى كام؟ على مستوى 10.80. طيب فانا هعمل ايه بقى؟ هقول 10.80 ناقص مستوى الفاونديشن، فاقدر احسب برضو بنفس الطريقه الايه؟ المسافه اللي هنا دي كام. ولكن خد بالك بقى، يعني كان في تريكايه في الرسمه بيقول لك هو النقطه دي انا هسميها لك ايه بقى؟ هسميها لك جي. النقطه دي انا هسميها لك جي، ولو شاطر تقدر تجيب لي مستوى جي ده كام. خد بالك ان جي دوت ما هواش
ما هواش 10.80 وما هواش 9.5، دي نقطة واقعة على الميل، يعني ما بين 10.80 و9.5. طب ازاي نجيب حاجة زي كده؟ تعال بص كده على الرسمة الايزومتريك، فين النقطة جي اللي أنا بدور عليها؟ نقطة جي اللي أنا بدور عليها هي النقطة ديت، هي دي نقطة جي اللي هي النقطة دي، دي نقطة واقعة على الميل، يعني واقعة ما بين الليفل الرود اللي هو 10.80 وما بين البيرم اللي هو 9.5. طيب لو نقطة واقعة على الميل بنعمل إيه؟ يعني تعالى نتخيل كده، ادي الرود ليفل، وبعدين بعد كده نازلين ورايحين لفين بقى؟ للبيرم. ادي الرود اهو، وده الرود على مستوى 10.80، وادي البيرم اللي هو على مستوى 9.5. وهنا في المكان ده في السور، السور ده اللي هو على مستوى 11.40، والنقطة دي هي نقطة جي اللي أنا عايز أعرف الليفل بتاعها كام، عايز أعرف الليفل بتاع نقطة جي دي كام. طيب النقطة دي واقعة على الميل، والميل ده اللي هو الميل ده اللي هو الميل ده نفسه برضو اللي هو ميله كام؟ ميله 3 إلى 2. كويس، يعني معنى كده إن الميل ده 3 إلى 2، والنقطة دي أنا مش عارف مستوى بتاعها كام. كويس، بس أنا عارف حاجة، أنا عارف إن السور دوت، السور ده كان جيفن عندي إن المسافة دي 0.38، المسافة دي 0.38. طيب هنعمل حاجة كويسة أوي، مش أنت عايز تعرف الليفل ده كام؟ أنت عندك المسافة اللي هي المسقط الأفقي للميل اللي هي 0.38، فأنت ممكن تقول إيه بقى؟ فرق المنسوب في الميل يعني 10.8 ناقص ليفل جي، الكلام ده هضربه في الميل اللي ما بين النقطتين، اللي ما بين النقطة دي والنقطة دي، الميل ده هو الميل ده اللي هو 3 على 2، الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي المسافة ديت اللي هي المسقط الأفقي للميل اللي هي 0.38. شوف بقى دي تطلع كام؟ تقدر من هنا تحسب ليفل جي بيساوي كام. تمام؟ طيب حسبت ليفل جي، إذا جبت المستوى ده كام؟ هيطلع المستوى ده مثلا يعني تقريبا كده وليكن 10.5، وليكن 10.5. طيب بما ان الليفل ده في حدود حوالي 10.5، انت بقى عايز تجيب بقى الجزء بتاع الحيطة المايل في المكان ده، فهتعمل بنفس الطريقة، بدل ما تحط هنا 7 هتحط هنا 10.5، وتقول 10.5 ناقص 6.25 تشوف تطلع كام. كويس، تطلع دي حوالي 4.25، تطلع 4.25، تقسم 4.25 على 4 تقدر تجيب المسافة دي كام؟ تطلع مسافة كبيرة شوية. كويس، وبعدين تعمل ايه؟ وبعدين تروح جاي موصل ما بين النقطة دي والنقطة دي، فيطلع خط مايل بالشكل ده كده. تمام، وتعمل تهشير اهو، تعمل تهشير بالشكل ده كده اللي هو تهشير الايه؟ تهشير الحيطة المايل. طيب اللي عملناه ده كان الداون ستريم وينج وول، وكنا عملنا من شويه الابطمنت، فضل لنا ايه بقى دلوقتي؟ فضل لنا الاب ستريم وينج وول. الاب ستريم وينج وول عايزين نعمل فيها نفس الكلام. تعال نشوف بقى الحيطه دي، الحيطه دي على مستوى كام؟ مش عارف. طب ما نروح جبناها منين؟ جبناها من هنا. الحيطه دي كانت بتعمل ايه؟ كانت تسند التراب بتاع البيرم عشان ما يقعش في الميه. طب معنى كده ان الحيطه دي لازم يكون الليفل بتاعها بيساوي 9.5 او اكتر. ما احناش عارفين، هنفرضها نفس مستوى الليفل بتاع البرم اللي هو 9.5. طيب ده 9.5، طب والحيطه دي متشاله على ايه؟ متشاله على فاونديشن. طب الفاونديشن على مستوى كام؟ على مستوى 6.25، ثابت للرسمه كلها. يبقى انت عشان تحسب الميول بتاعه الحيطه هتعمل ايه؟ هتحسب نفس الحسبه دي اللي هي اللي هنا دي، بس بدل ما تحط 10.5 هتحط مستوى الايه؟ هتحط مستوى البرم اللي على الشمال اللي هو 9.5. يبقى نقول 9.5 ناقص 6.25 يطلع 3.25، تقسمه على الأربعة وتقدر تجيب بقى المسافة اللي هي ده من الناحية دي بقى. المرة دي هيبقى هنا في خط كده يبعد المسافة اللي هي المسافة دي اللي هي تبقى 3.25 على الأربعة، المسافة دي. وأعتقد دي برضو من ضمن المطالب الموجودة
في الرسمة. لو نرجع للرسمة السكشن هنا كان بيقول لك اهو ادي هنا اهو عايز المسافة F، عايز المسافة E. المسافة F اللي جبناها دي اللي هي 3.25 على الاربعة. احنا جبنا المسافة C اللي هي كانت طلعت 4.25 على الاربعة، ومسافة دي جبناها من شوية، والمسافة الصغيرة دي برضو ايه جبناها من شوية. تمام؟ طيب اذا انا هنا جبت المسافة دي 3.25. خد بالك بقى ان الحيطة دي على نفس الليفل، فلما الحيطة دي لفت كده يمين الميول برضو بتاعت الحيطة بتلف معاها. فاحسن حاجة تعملها تعمل خط خفيف كده 45 درجة كويس، وتروح جاي اول ما يقطع ال 45 درجة ده تروح لفه كده هو كمان، لان المسافة دي هي نفسها المسافة دي، لان الليفل هنا 9.5 والليفل هنا كمان 9.5، هو نفس الليفل، فيبقى نفس فرق المنسوب في الميل كويس. وبعدين تروح مقفل الحيطة دي من الناحية دي كده، وتقفل الحيطة دي من هنا كده عشان ده كله جزء واحد، وتعمل التهشير دوت، وتعمل كمان التهشير ده بالايه بالشكل ده كده. تمام؟ طيب الحيطه بعد كده ايه اللي هيحصل لها بقى؟ الحيطه بعد كده هتعلى هتعلى تعلى تعلى لغايه لما هتوصل هنا لغايه الليفل ده اللي هو نفس ده، يعني هتوصل برضو لايه؟ للليفل اللي هو جي اللي احنا كنا حاسبينه من شويه اللي هو تقريبا 10 وكام؟ 10.5. كويس؟ يبقى نفس المسافه دي، نفس المسافه دي اللي هي كانت المسافه سي، هي نفس المسافة C اللي هتبقى فين؟ اللي هتبقى هنا كده. فتشوف بقى المسافة دي كام؟ اللي هي كانت طلعت 4.25 على الأربعة، 4.25 على الأربعة، تشوف هتوقعها، وبعدين هتوصل بقى إزاي؟ هتوصل إزاي؟ هتوصل من نمسح بقى الخط ال 45 درجة الخفيف ده، على فكرة الخط ده يعني ده سوليد، ما هواش خط يعني عمل ولا حاجة. ده خط سوليد لان في مستوى مايل جه كده اتقطع مع مستوى مايل كده، فيعمل خط فاصل ما بينهم اللي هو الخط الايه المايل ده. بعد كده هوصل بقى النقطه دي بالايه بالنقطه دي بخط مايل تاني كده اللي هو زي الخط ده بالظبط، زي الخط المايل ده، واعمل التهشير، واعمل التهشير بتاع الايه الحيطه العمل الصناعي. يبقى انا كده عملت الابستريم وينج وول بالميول بتاعتها، عملت الاباتمنت بالميول بتاعتها، عملت الداونستريم وينج وول بالميول بتاعتها. تمام؟ طيب بعد كده بتعمل ايه بقى؟ بتحوط بقى الايه؟ الحوائط دي بفاونديشن. لو تفتكر رسمه الايه؟ الايزومتريك، رسمه الايزومتريك اهي، في هنا دايرن دايرن كده حوالين الايه؟ حوالين الحيطه، في عندنا في عندنا فاونديشن، الفاونديشن دي اللي شايله الداون ستريم وينج وول، وشايله الاباتمنت، وشايله الاب ستريم وينج وول والبير في نفس الوقت. تمام؟ طيب اذا انا محتاج بقى اعمل الفاونديشن. طب الفاونديشن دي على بعد قد ايه؟ بيقول لك هو المسافه دي كده، يدي لك هو المسافه دي في الكروس سكشن. ترجع تاني للكروس سكشن، الكروس سكشن ده بتطلع منه حاجات كتير قوي، يعني بيقول لك الرفرفه دي تقريبا ربع متر، او مكتوب عليها ربع متر كويس. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتبعد من هنا مسافه ربع متر كده، يبقى المسافه دي اللي انت بعتها دي 0.25. تمام؟ دي رفرفه الايه الفاونديشن عن الايه عن الحيطه. نفس الكلام بقى هنا، تروح جاي برضو عامل موازي على بعد 0.25، هنا عامل موازي على بعد 0.25، وهكذا. هنا هنحاول نعمل نفس الكلام، هنعمل هنا موازي على بعد 0.25 كده اهو، يعني معنى كده المسافه دي اهي دي 0.25 كويس. هنا طبعا مش هينفع نعمل كده وكده، هممكن تاخدها كلها على ايه على حته واحده بس، بحيث ان المسافه ما تقلش عن 0.25. تمام؟ وبعدين بقى تبدا بقى تقفل بقى الايه الفاونديشن، يعني تمد بقى الخط ده كده والخط ده تمده كده، بس تيك كير برضو هنا ان المسافه دي ما تقلش عن 0.25. تمام؟ هنا نفس الكلام، تعالى بقى نمسح الاجزاء دي كلها، هنا برضو على بعد 0.25، على بعد 0.25 اهو. قد تحتاج انك هنا في المكان ده كده
تنزل شويه عشان ما تقلش المسافه عن 0.25. طيب خد بالك اللي احنا راسمينه ده هو خط الايه؟ خط الكونكريت. خط الكونكريت اللي احنا كنا معلمين عليه باللون الاحمر ده، اللي هو اللون الاحمر ده، كويس. فكل اللون الاحمر اللي انت عاملينه ده هو الكونكريت. ايه بقى؟ الكونكريت فاونديشن. فده كله مع بعضه مستوى واحد. فانا هاجي بقى اوصل بقى الايه؟ الكونكريت فاونديشن مع بعضه. يبقى الكونكريت فاونديشن كله على بعد ربع متر منين؟ من الحيطه. تمام. اما البريك فلور، البريك فلور اللي هو ده، فده نازل كده ونازل كده بالشكل ده. خد بالك كمان هتلاحظ في الايه، في الرسمه في خط كده ايه دوتد كده، وهنا برضو هتلاقي في هنا خط دوتد كده. ده هنا بيقول لك ان البريك فلور نازل من تحت الحيطه. لو تلاحظوا هنا ادي البريك فلور اهو نازل من تحت الحيطه بايه، داخل لجوه كده حوالي 20 سم او حاجه. هنا برضو داخل جوه البير حوالي ايه 20 سم او حاجه. تمام. فهتلاحظ ان احنا عاملين لك خط دوتد كده غريب كده، بس مش مكملينه عشان ما نبوظش الرسمه. بس هنا بنقول لك ان البريك فلور بدايته من هنا ينتهي هنا، وبدايته من هنا وينتهي فين؟ وينتهي هنا. تمام. يبقى انا كده رسمت الايه؟ البريك فلور، ورسمت كمان الكونكريت فاونديشن، وبكده يبقى رسمه البلان خلصت. تمام. وكده احنا جاهزين بقى ان احنا نبدا في الجزء الثاني من من الرسمه، اللي هي نرسم بقى فوق فين بقى؟ نرسم فوق الاليفيشن. انا همسح بعد كده بقى الجزء اللي فوق ده عشان الاقي مكان اعمل فوق فيه الاليفيشن.